السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. كتير منا لما بيجي يشغل الفلاشة أو الفلاش ميموري ويحطها في العربية، بتكون جميع الأغاني أو القرآن أو الحاجة المسجلة على الفلاشة كلها يعني مشغلة بطريقة عشوائية، كلها عايمة على بعض. طب لو احنا عايزين نخصص كل حاجة الوحيدة اللي عن طريق الفولدرات أو عن طريق المجلدات، يعني أنا أختار حاجة معينة واحدة بس أشغلها وهي اللي تبقى شغالة، وما تخلص اختار الحاجة اللي بعدها وتختار كده، يعني افصل مثلا الاغاني عن القرآن عن كل حاجة من الكلام ده. هنعملها ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو دلوقتي. يلا بينا نعرف الطريقة بالصورة المبسطة بتاعتنا، بالطريقة المبسطة عن طريق الفيديو الجميل البسيط، وفي انتظار اسئلة حضراتكم. يلا بينا. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ كده الخطوات بتاعتنا. اول حاجة هيكون معانا الفلاشة، طبعا هنيجي هنحطها في المكان المخصص ليها. كده حطيناها وهنشوف ايه اللي هيظهر على الشاشه. اتصال يو اس بي ناجح. نبدا لو احنا نشوف مكان الميديا بتاعتنا فين، ممكن اضغط عوده من هنا لان انا على راديو، هتظهر لي الاختيارات بتاعت لي راديو وموسيقى وصور وفيديو. او لو انا القائمه دي مش موجوده، لو دوست على اي مكان هنا ودوست على علامه الميديا دي علامه الميديا، هي برضه فيها الموسيقى والصور والفيديو وهكذا. دي المشغلات عن طريق الفلاش ميموري. طب نضغط عودة ونضغط على الموسيقى. احنا دلوقتي هنشغل المشغلات الاغاني بتاعتنا على هيئة فولدرات او مجلدات. يعني ايه مجلدات؟ يعني انا هختار مجلد واحد من المجلدات اللي عندي، اللي هو مثلا بيختص بالاغاني او اغاني قديمة مثلا او قرآن او صور او فيديو، هختاره لوحده واشغله لوحده. لان هنا عندي اختيارات عديدة، من ضمنها هل اختار جميع الحاجات اللي معروضة على الفلاشة ولا اختار جزء معين؟ لا انا كده هختار جزء معين. هندوس كده عودة بتاعتنا كده. دي بتاعتي الفلاشة بتاعتي اهيت. طبعا انا عارف ان هنا محلي، عايز اجيب الفلاشة بتاعتي بضغط يو اس بي، هي بتبقى مفعلة والعلامة بتاعتها هنا ظاهرة اهيت اللي هي يو اس بي 2، العلامة بتاعته هنا كده. طب نضغط هنا، لو كانت على المحلي اضغط على يو اس بي 2. تمام، يو اس بي 2 هنا عندي اللي هو المشغل كده. شايفين يا جماعة العلامة دي؟ العلامة دي كده اهو اللي هي دي علامة الفولدر بتاعتي او استعراض المجلدات بتاعتي. هضغط عليها كده، هنا سهم كده صغير كاتب لي هنا جميع الاغاني، مجلد الالبوم او الفنان. يعني انت هتقول لي انت حضرتك عايز تشغل بايه بالظبط، بالفنان ولا بالمجلد؟ انا اختار هنا واقول له المجلد. اول ما اخترت المجلد عندي هنا يا جماعة استعرض لي ثلاث حاجات اللي هي على الفلاشه دي، في حاجات اكتر كمان بس دي اللي انا عاملها عشان نستعرض الفيديو بتاعنا. اختار اللي هنا عندي هنا يا جماعه، نيجي هنا تاني مجلد، عندي هنا قران، عندي اغاني قديمه. لو انا مثلا دوست على مجلد القران كده، جوه مجلد القران في قراءتين، قراءه باسم اسلام صبحي او القارئ اسلام صبحي او القارئ الشيخ الطبلاوي رحمه الله. اختار انا المجلد اللي انا عايزه، مثلا لو مجلد واختار مثلا ايه ادي قران، اقول له مثلا اسلام صبحي مثلا يعني، ويشغل لي الحاجات بتاعتي. اضغط كده على اهي مثلا. وكده يبقى شغل الحاجة بتاعتي، وبالتالي ايه التشغيل ده هيبقى داخل المجلد اللي هو القرآن الكريم للقارئ اسلام صبحي. طيب لو انا عايز اختار حاجه تانية، شايفين يا جماعه هنا العلامه اللي جنبه دي اتغيرت بقى علامه الفولدر او علامه المجلد، يعني انا لازال داخل المجلد واسم المجلد بتاعي ظاهر هنا فوق اللي هو اسمه اسلام صبحي. طيب هرجع تاني، ممكن اضغط على نفس المجلد ده كده اهو كده، اقول له مجلد، يطلع لي تاني قران كريم. لو عايز اختار الشيخ محمود الطبلاوي مثلا الفاتحه. ده الشيخ محمود الطبلاوي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. ده للاستعراض الفاتحه للشيخ محمود الطبري. طب نرجع تاني، لو انا عايز اختار زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه، انا هنا علامه الفولدر هنا موجوده او علامه المجلد موجوده، انا بستعرض مجلدات. اقوم ضغط على كده اقول له مجلد. شايفين يا جماعه هنا مكتوب هنا ايه؟ هنخش مثلا على الاغاني، عندي اغاني قديمه او اغاني حديثه، مثلا نختار الاغاني مثلا ثلاث اغاني مثلا
اي حاجة مثلا من ده، مثلا ده كده. وطبعا احنا استعرضنا في طبعا احنا استعرضنا في فيديوهات سابقة، لو الاغنية اللي على الفلاشة دي او القرآن اللي على الفلاشة ده محتاج ان انا اخزنه على الشاشة، بدوس علامة القلب الصغيرة اللي هي الزهرة ديت قدام حضراتكم هنا كده. طيب لو انا عايز اخلي يا جماعة الاغاني ديت تتعاد او كده، في عندي الاختيارات اللي هي في الجنب دي، العلامة دي كده، اللي هو اختار عشوائي او تختار هنا ده يختار الاغنية دي فقط تتعاد تاني، مكتوب جنبها العلامة اللي هو رجوع للبداية مرة اخرى، وجنبها علامة واحد، او هنا التشغيل داخل المجلد الواحد، او علامة القلب اللي انت حضرتك دي بتضاف المفضلة للشاشة عند حضرتك. نرجع هنا تاني نختار اي اغنية تانية، احنا كل ده بنستعرض التشغيل داخل المجلدات، ولما تخلص مثلا هتيجي اللي بعدها اهي مثلا، انا بشغل لكم بسرعة كده. اه كده بدأنا من الاول تاني، دي تخلص داخل المجلد فقط. وكذلك لما انا ايه اجي اقول هنا كده، لو دوست على الموسيقى برضه المجلد اغاني قديمة مثلا، لو خلص كده دخل في المجلد بتاع الاغاني الايه القديمه فقط يعني بالظبط. يبقى انا كده التشغيل الاغاني يا جماعه او القران من داخل المجلد فقط، زي ما حضراتكم شايفين قدامنا كده استعراض المجلد زي ما احنا شايفين كده. انت كده بتشغل الاغاني ان هي ما تكونش سايحه على بعضها داخل الفلاشه. معنى ايه سايحه؟ يعني كل الاغاني تدخل مع قران مع مش عارف، ما فيش تنظيم والتشغيل بيبقى عشوائي. ده كده الاختيار، التشغيل المشغلات الاغاني او مشغلات القران الكريم عن طريق اختيار المجلد الواحد. طبعا عايز ارجع تاني اخلي الفلاشه كلها يعني التشغيل كل الاغاني على بعض بدون اختيار مجلد، هدوس عليها هنا فوق تاني كده واختار جميع الاغاني يا جماعه هنا زي ما احنا شايفين، اختار كده جميع الاغاني كده، العلامه اختفت اللي هي بتاعت المجلد او بتاعت الفولدر، ورجع التاني كله على بعض زي ما احنا شايفين كده. بص كل الاغاني كده على بعض، كل الاغاني هي كلها على بعض على القران كده، ما فيش اي فواصل بينهم. وطبعا التشغيل اللي انا بنصح بيه طبعا تشغيل المجلدات، لانه بيبقى منظم زي حضراتكم شايفين كده، وعلامه المجلد اللي تبقى عليه كده اللي ايه ظاهره قدام حضراتكم. جاهز لاسئله حضراتكم، كان معاكم حازم راشد ودي قناتي، اتمنى من حضراتكم الاشتراك وتفعيل الجرس والشير ليصلك الجديد دائما. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.